تعالوا نوصل في صلاة قراءة الليل النهاردة. قراءة النهاردة متصلة إن أنا أسمع صوتك. روح القدس يستطيع أن يوصل الكلمة إلى القلوب. فقط روح القدس. مهما كان الوقت المتكلم ومهما كان الأسلوب اللي كان فيه، لا يستطيع أحد أن يقنع بروح القدس. عشان كده مكتوب أقنعتني فاقتنعت. روح القدس هو الذي يقنع القلوب. لذلك الرب كان ليه النهارده روح القدس. تأكد إن في رسالة من الرب هي النهارده. ولكن افتح قلبك حتى إن الرب فعلا يسمعك هذه الرسالة. قول له رب كلمني. صلي من أجل الناس اللي موجودة، صلي من أجل المرضى. صلي من أجل عمل الرب في حياتك أنت، في عيلتك، في الكنيسة. عمله في العرب عامة باسم الرب يسوع. ان رب يقيم ناس فعلا محصات كثير فعلا خيرون. صلي بكل قلب. صلاتنا مع بعض احبائي صلاه مؤثره جدا، مش عايزين نحملها ابدا. صلوا الرب كلمني النهارده، اديني اخذ قرارات جديده في حياتي باسم الرب يسوع المسيح. تعبًا لما بيك يا ربي في لحظة بيرتاح، مجروح بيبني بالوديدة وتمشي كل البيرة، والمحفل لما بيشيلك دايمًا بتسعد وتدي، واليائس بكلمة منك بترجع أمل وأمني. شكراً لك، شكراً لك، شكراً يا إلهنا. شكراً لك، شكراً من أعماق قلوبنا. أنت فدينا وأنت راعينا، وأنت يا ربي سر فرحنا. انت فدينا وانت رعينا، وانت يا ربي سر فرحنا. قلبك مليان حب كبير وعنيك طول العمر علينا، وصوتك الى حلو يطمن كل قلوبنا ويعزينا. طول مشوارنا انت معانا، وبيديك ماسكه بحب ايدينا، ورعايتك ربي وحنانك حاسين بيكون من حوالينا. شكرا ليك، شكرا ليك، شكرا يا الهنا. شكرا ليك، شكرا من اعماق قلوبنا. انت فدينا وانت راعينا، وانت يا ربي سر فرحنا. انت فدينا وانت راعينا، وانت يا ربي سر فرحنا. انت فدينا وانت راعينا، وانت يا ربي سر فرحنا. لأن الحين نحن نعلن سلطان فينا، نحن نعلن ان فعلا انت اعطيتنا سلطان ان ندوس الحياه وعبر وكل قوات عدو ولا يضرنا شيء. نحن نعلن رب القدوس انك انت حاضر موجود في هذا المكان، بنعطيك المجد النهارده. رب القدوس ادعى كل الاعين كلها موجهه انت عارفها. وفعلا رب القدوس تجعلنا ان ننسى انفسنا في محرارك وفي حبك يسوع. يا رب اشكرك انك جعلت نفسك لينا الى الابد، اتحكم بينا الى الابد، بنعيش معك هنا مدى الابديه هنا على الارض. المجد ليك يا رب باسم الرب يسوع المسيح. اي شيء يعطل تمتعنا بكلمه النهارده هنقف تحت اقدامك باسم يسوع، ونعلن يا رب ايماننا تماما انك تتمدد بقوه وتكلمنا وتعمل فينا العمل اللي انت عايزه.
اذكر رب اللي مش موجودين، اذكر رب الغائبين، اذكر رب المرضى، عشان خاطر الدم يسوع ويستسمع ويستجيب لنا كل المجد. امين امين. الايه اللي انا عايز اتكلم فيها النهارده هي من انجيل لوقا الاصحاح العاشر عدد 19. بيقول ايه؟ انا اعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياه والعقارب وكل قوه العدو ولا يضركم شيء. انا اعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياه والعقارب وكل قوه العدو ولا يضركم شيء. ممكن نقول الايه مع بعض كلنا كده نكررها؟ فأنا معطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. لأن حبايبي إن هذه الآية قوية جدا. يعني بيقول إن الحياة والعقارب، إحنا عارفين الحياة الحية نادرة وتقتل بسمها. العقارب لما كنت في الجيش زمان وكانت كانوا بيدونا بيادة في الجيش، يعني جزمة كبيرة أو تلفوز كبيرة، والجزمة دي يعني ممكن تدوس على أي حاجة تموتها. لكن من كتر حتى إن العقارب عايزة تدخل وتقرص، بتدخل من الخروج بتاعت البيادة عشان تقرص، وفي ناس تعمل تقرص وبيتقسم. العقارب حاجة ما تتوقعهاش، شيء ما تعرفش بيجيلك منين. يقول أنا أعطيكم السلطان عليه الحياة والعقارب وهي كمان كل قوة العدو ولا يضركم شيء. هذا أحبائي ليس وعدي أنا، لكن وعد الرب يسوع نفسه. وعلى فكرة كل الكلام المقدس موحى به من الله، وكل كلمة هي من الله. لكن أنا أول ما الرب يسوع نفسه يتكلم بكلمة ألاقي كل انتباهي جه على الكلمة دي. الرب يسوع نفسه الله اتصرف في الجسد بيتكلم هذه الكلمة بالروح القدس. بيقول إن عندنا سلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضرنا شيء، مفيش حاجة هتضرنا. لكن دايماً زي ما احنا تعودنا يا أحبائي لما نقرأ شيء في الكتاب المقدس لازم نشوف الخلفية بتاعته. دايماً ما نقدرش ناخد آية من النص ونشوف السياق اللي جه فيها هذا الكلام إيه. احنا عارفين الرب يسوع قبل كده أرسل 12 تلميذ. ده موجود في لوقا قبلها على طول المصحاح التاسع. دعا تلاميذ الاثنى عشر واعطاهم قوه وسلطانا على جميع الشياطين. نيجي في المصحاح العاشر ان لوقا قال ده كمان في واحد مش ال 12 بس، ده في 70 واحد الرب يسوع ارسلهم. بيقول ايه؟ وبعد ذلك عين الرب 70 اخرين ايضا وارسلهم اثنين اثنين أمام موضوع إلى كل مدينة وموضوع حيث هو كان مزمعا أن يأتي. يعني إيه اللي حصل؟ الرب يسوع كان عايز يمر في مدن كثيرة ويتكلم مع الناس، لكن أرسل 70 واحد اثنين اثنين علشان يدخل المدن دي قبل ما الرب يسوع إيه؟ يجي. فهم كانوا التلاميذ كانوا راحوا فعلا عملوا هذا العمل، وجمع الفكرة فرحانين جدا. لأن بيقولوا إيه؟ في عدد 17 فرجع السبعون بفرح قائلين حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. شوفوا إزاي؟ على فكرة لما الرب أرسل 12 خلي بالكم أنهم لما نقرأ في الإصحاح التاسع بيقول إيه؟ أعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وأشفاء أمراض. وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى. المره دي بقى ما قالش ان هو اعطاهم سلطانا ان هم يشفوا امراض، اسف ان هم يهلكوا شياطين. قال لهم ان الحصاد كثيرين ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعل الى حصاده. اذهبوا ها انا ارسلكم مثل حملان بين رئاب. بعدين لما نقرا عدد 9 بيقول ايه؟ 8 واي مدينه دخلتموها وقبلوكم فكل مما يقدم لكم واشفوا المرضى الذي فيها وقولوا له قد اقترب منكم ملكوت الله. لكن هم جايين فرحانين يقول لك يعني ايه؟ حتى الشياطين تخضع لنا ايه؟ باسمك. ايه اللي كان بيديهم قوه لهؤلاء السبعين؟
اولا الكلمه دي القوه ان كانوا بيروحوا بيستعملوا اسم يسوع مش كده ولا ايه؟ بعدين خلي بالكم الحقيقه ان سيدهم ايه؟ جاي وراهم. فهم عارفين واحد جاي وراهم وعارف ان هو حتى لو غلط ولا عمل حاجه ان جاي يسوع وراهم علشان يعمل عمل عظيم. امين احبائي؟ مش فكرنا الايام ديت بمجيء المسيح الثاني ان يسوع جاي؟ هللويا. فنشكر الرب ان احنا معانا اسم يسوع، يسوع جاي. ولذلك احنا لازم نعرف ان احنا حاليا كل مؤمن هو في ارساله. قبل كده ارسل 12 ارسل 70 ورب اعطانا ايضا هذا السلطان. لكن عايز اتكلم احبائي، احنا عارفين هذا السلطان ان ندوس الحياه واعقابه وكل قوات العدو ولا يقدرنا شيء. ولكن قبلها لازم نعرف انهم انتوا ايه؟ انا برسلكم مثل حملان بين ثياب. تخيلوا يعني هذا امر مش مشجع، مش كده؟ ان يقول لك انا درست الحمل دوت يعني خروف صغير كده لا يعرف ينزل ولا يعمل اي حاجه خالص وسط ذئاب. وانا بقول لهم انا هديكم هخليكم تمشوا في العالم ده بين الذئاب. طبعا قلتلكم اللي قويهم كان اسم يسوع، مش كده؟ وعارفين سيدهم وراهم. لكن احنا ايضا احبائي في هذا العالم احنا كحملان وسط ذئاب. انا مش عايز اتخيل، اخليك تتخيل ان العالم كلهم حواليك اشرار وانت طول النهار بتراقب الشر بتاع الناس. لكن عايز اقول لك حاجه عن الحملان وحاجه عن الذئاب. الحملان ما بتعرفش تاذي حد. الحملان ما بيأذوش حد. ليه ما بيأذوش حد الحملان؟ لان هم مش مفروض يقعوا على الفريسه عشان ياكلوها. ما بياكلوش ويشربوا ميه. اما الذئاب فهم باستمرار لازم يخططوا لان هو لا اكلهم. دي طبيعتهم. ما كانوش ياكلوا خروف لا يروحوا يدوروا على الاكل ياكلوه فاكهه ياكلوها، بس لا اكلهم ده الاكل الطبيعي بتاعهم. ولذلك تجد ان في فرق شديد بين الذئاب والحملان. دي هما الاثنين طبيعه مختلفه تماما. احنا عايشين وسط ذئاب. انا مش عايز اقول لك ان انت تروح وسط الناس وخايف منهم، بس كل واحد بيدور على ايه؟ على مصلحته، مش كده ولا ايه؟ فعشان كده تجد الناس اللي من غير الرب ممكن تبان شكلها كويس جدا وكل حاجه، لكن كل واحد عايش عشان مصلحته. اذا كنت انت الفريسه انت الفريسي، غيرك يبقى فريسي. ده طبيعه الناس. مختلفه تماما طبيعه الحمل، لان اكله والفريسه بتاعته مش بيتغذى على الناس، لكن هو فعلا مش عايز يأذي حد. دي طبيعته. فعشان اخد هذه الحمايه يا احبائي واتمتع بهذه الحمايه لازم اعيش في طبيعه الحمل وليس الذئب. لان الذئب هو بياخد حقه بيه، لكن الحمل هو محتاج لهذه الحمايه الالهيه، وهو محتاج لهذا السلطان الذي له طبيعه الحمل. الرب يعطي له هذه الحمايه من عنده. الحمل عايز اقول لكم احبائي ان المؤمن لازم يعرف انه لابد ان يكون في حياته وفي تركيبة كيانه انه ما يأذيش حد. يقول لي انا بشكر ربنا انا عمري ما أذيت حد. كان مرة زمان فاكر في اسكندرية كان في معانا اخ اكبر ورحنا كانوا عيلتين بيتخانقوا مع بعض. هما الاثنين بيتخانقوا خناقات جامدة قوي وكان وصل للبوليس فقالوا للاخ دوت كان بيحضر في الكنيسة في حي الشعبي فقالوا تعالى حاول تحسب يعني ايه تصلح ما بين الاثنين دول. نفس الاحكي بيقول نفس الكلام يقول لك انا عمري ما انسي حد. اصل الذئب هو بياكل هو بيحس انه بياكل حد وبيأذي ده راح ياكل مش كده ولا ايه؟ لان هذه هي طبيعته. فخلي بالك لما بقول لك انت يكون في تركيبتك وكيانك انك ما تأذيش حد، خلي بالك انا عايز اقول لك انك انت مش هتعرف. انت فاكر انك تأذي حد تقوم تضرب حد مع خمس ست تشتم حد حبان ومشي قدام الناس. بس في طرق تانية للأذية يا أحبائي أيضا بنأذي بيها إحنا بعض.
مش كده ولا ايه؟ وهذه لابد علشان نتمتع بهذه الحمايه الالهيه لابد ان احنا نعرف ان احنا حمايه. مش مفروض ناذي حد. هل ممكن ناذي حد بافكارنا؟ تعرف حاجه غريبه جدا لما تقرا في الوصايا العشره في جزء كبير انك انت لا تشاهد بيت قريبك ولا طب الحاجات دي الواحد يعني لا هو بيروح يقتل ولا بيروح يعمل دي حاجه في قلبه هل ممكن الانسان ياذي بقلبه؟ احيانا انت ممكن تكون عندك ما بتاذيش حد بطريقه واضحه لكن جوانا انك هتاذي بعض لما احنا ما نحبش بعض احبائي احنا بنأذي بعض لما نتكلم على بعض احيانا ايضا لما يكون في فكر شرير من ناحيه فلان تعرفوا ليه؟ لان الشيطان هو المشتكي على اخواتنا مش كده ولا ايه؟ لما انا كمان اشتكي على اخ ليا او اشتكي على حد انا بشترك في عمل مين؟ عمل الشيطان فانا في الحقيقه بشترك في اذيه لابد ان نعرف ان الحياه في المسيح انت كمؤمن لابد ان تتاكد هذه الطبيعه اللي الرب ادها لك في المسيح انك انت فعلا مصمم في قلبك ان لا تؤذي احد اطلاقا وتقول يا رب اكشف لي وعرفني ازاي انا باذي الناس من غير ما اعرف وباذي اللي حواليا انت احيانا ممكن مش بقول لك انك انت تعيش ما تقولش الحق ممكن تقول الحق لكن وايضا اذا حد جه جنبك عشان تاذيك زي ما الرب يسوع قال اذا كنت انت لما ضربه قال له اذا كنت انت شفت حاجه رديه اشهد على الرديه لو حسبت لماذا تضربني ولكن الرب يسوع نفسه قال عنه فتيله مدخنه لا يطفئ قصبه مردوده لا يكسر هو ما بيحبش يأذي حد إطلاقا لأن هذه طبيعته. فأول حاجة أحبائي علشان نمارس هذا السلطان هو السلطان رب ادهولنا مش إحنا علشان إحنا بنعمل كده ربنا هيحمينا، السلطان ادهولنا في دم يسوع مجانا لكن مش هيعرف يمارسه أحد وهو لسه بيمارس طبيعة الذئاب. إذا كنت أنت لسه أنت بتدافع عن نفسك وأنت بتاخد فريسة وبتحاول تصطاد وبتحاول تستغل الناس وبتحاول تعمل كده، إذا كنت أنت فيك هذه الطبيعة فأنت في الحقيقة لا تتمتع بالحماية الإلهية اللي بتعملها لنفسك. لكن لكي تتمتع بالحماية الإلهية لابد أن يكون فيك طبيعة الحمل عشان كل رب يا رب باسم الرب يسوع قبل ما أكمل الكلام ده أقول يا رب أنا عايز أعيش في طبيعة الحمل، الحمل المذبوح يسوع المسيح. أنا عايز أعيش كحمل لأني أنا وعيش كحمل أنت هتحميني بنفسك من كل أذية من اللي شايفها واللي مش شايفها. من الأذية المخططة والغير المخططة، من الصدفة ومن الظروف، من الناس ومن الأرواح الشريرة. أنت بتعميني حماية كاملة لأن ابنك الحمل. شوف نفسك كحمل النهاردة. قول رب إزاي أنا بأذي نفسي وإزاي بأذي غيري؟ ازاي بأذي بالكلمات؟ خاصة احبائي لما نكون احنا بنبرر لنفسنا ان احنا نأذي غيرنا حينما يكون غيرنا اخطأوا الينا. يعني كم مرة انت انسان اخطأ اليك وبعد كده هذا الانسان حصل مشكلة ونشكر ربنا عند ربنا عند ربنا جه عليه ودي بيتعذب زي ما كان بيعذب. تعرفوا ان الله مع انه بيعاقب الخاطئ لكن بيقول الله نفسه لا يصر بموت الخاطئ. يعني هو بيعاقب لكن مش بيفرح انه بيعاقب. لان هو عايزه يرجع عن طرقه فيحيا. عايز هذا الانسان يحيا. المحبه لا تفرح بالاثم بل تفرح بالحق. مش بتشوف الحاله انها انت بتشوف الناس ازاي اذوا لك لان هم اذوني. ليه طيب؟ اصل الحاله ما بتاذيش. عنده حمايه. فحتى لو كان الموضوع جاي وبغرضه اذيه من انسان او شيطان
أو الظروف أو أي شيء فهي لا تقدر أن تأذيك. فعشان كده المؤمن الحقيقي بيعلن إيمان أمام الرب وبيؤمن إن هو لا يمكن أن يؤذى. يعني حينما أسلموا إخوات يوسف إليه كانوا مرعوبين لأن عمره عمل فيه جبلة جدا. أفقدوه أحسن سنين عمره في السجن 13 سنة تقريبا. لما اتكشفوا قال خلاص هيبدلنا. قال لهم ما تخافوش. أنتم أردتم بي شرا لكن الرب أراد خير. أنتم كل يوم ما عرفتوش تتزيني. عشان كده إذا كنت عايز تعيش طبيعة الحمل تعرف إن مفيش حد في هذه الأرض هيقدر يأذيك إلا لما أنت تسمح للأذية إنها تدخل جواك. محدش عارف يأذيك. لأن حتى مهما حاول الناس إنهم يأذوك، الرب إزاي بيحول الموضوع للخير؟ ومهما حاولت الأرواح الشريرة أن تعمل أذية لا يستطيع أن يخترقوا هذا الجدار اللي حواليك إلا أن أعطيتكم سلطان أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضرهم شيء. فالإنسان المؤمن الحقيقي بيعرف إنه مش ممكن يتأذى. عشان كده ما بيبقاش عنده حقد على غيره لأن غيره ما أذاهوش أساسا. لكن الإنسان لما بيحس إنه مأذي وبيحس بالشفقة على نفسه بيأتي بيه الشيطان يستفرد بأفكاره وبعد كده تجد إن هو لابد في يوم من الأيام هيأذي حتى لو بالقلب أو بالفكر أو بكلمة جارحة أو بأسلوب أو بغيره. ممكن تلاقي ناس قاعدين في اجتماع في الكنيسة مع بعض بيرحبوا بعض بكل شيء قدام الناس لكن في داخلهم في أذية بيأذوا بعض جوه الكنيسة نفسها. إن مفيش هذه المحبة الإلهية لأنه يقول لك أصله أخطأ إلي أصله داني مش عارف ده أنا مش ممكن أنساله أبدا ربنا يسامحه بس أنا جوايا أنا عايز أبعد عنه تماما أنا مأذي هذا الإله أذاني. لكن قول يا رب أشكرك لأن محدش يقدر يأذيني أمين. فأنا أساسا مش بحس إن حد أذاني لأنك أنت حاميني حماية كاملة وأنا أتحمل في حضنك وانا واثق تماما فيك ان فعلا زي ما قال الرب في اعمال لبولس في هذه المدينه لا يبقى احد بك ليؤذيك لانني شعبا في هذه الكنيسه. فانت رب يحميك من كل قوه شريره يحميك ايضا من اي ادوات ابليس يستخدمها من الناس يستخدمها في الظروف باي طريقه لكن تعرف انك انت فيك طبيعه الايه؟ الحمل. مين عايز يعيش الحمل النهارده؟ محدش بيقول الحمل ضعيف. الحمل مش ضعيف ابدا. ليه؟ حتى لو بقى قدام الناس ضعيف لكنه اقوى شيء. لان الذئاب ممكن تتاذى من التعارف من قصدي من التعابين من العقارب لكن الحمل مش ممكن ايه؟ يبقى مين الأقوى؟ الحمل. ليه؟ لأن عنده حماية. الناس يقول لك أنا أي حد يكلمني كلمة ما كنتش هنتقل منه أنا مش بعرف أنام عشان أعرف أرتاح خدت حقي. خلي بالك أنت يمكن خدت حقك لكن أنت اتأذيت أكتر. أنت بتأذي نفسك. لأن طول ما أنت جواك غليان وجواك افكار ففي الحقيقه انت بتؤذي نفسك وفي الحقيقه ان هذه الاذيه قد تكون جواك بتمنعك بالتمتع بهذا السلطان وهذه الحمايه الالهيه. ولذلك تجد ان في ناس بتاتي بيجي لها امراض بيجي لها افكار شريره بيجي لها ضعف في الجسد لانها حاسس انها تعبانه لكن باسم الرب يسوع المسيح احنا كرحمنا عندنا ايه؟ الحماية الكاملة باسم الرب يسوع المسيح. بعد كده بيمشي بيهم الرب يسوع وبيتكلم بيقولوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. قال لهم يا رب يسوع قال لو رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. يعني عايز اقول لكم ان الشيطان سقط.
الشيطان ليس له هذه القوة علينا. رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. وبعد كده قال لهم الآية اللي احنا قلناها، أنا أعطيكم سلطانا لتبوسوا الحياة والعقارب بكل قوة العدو ولا يضركم شيء، ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل تفرحوا بالحي أن أسمائكم كتبت في السماوات. طب أنت ليه بتقول لا تفرحوا بهذا؟ مش دي حاجة تفرح إن أنا محدش يقدر يأذيني؟ فعلا احنا عندنا سلطان وعندنا قوة، لكن سر فرحنا الحقيقي إيه؟ من يسوع فينا. أمين أحبائي؟ في ناس تحب يقول لك ان انا عايز نشر الاتصال وان انا متصل ومحدش يأذيني، حلو جدا ونفرح بكده، لكن انا عايزك، ده المسيح اللي بيقول كده، انا عايزك انك انت تفرح انك انت فيا، لان طالما انت فيا فحاضرك مضمون ومستقبلك مضمون، انا هكون معاه على طول، وحيث اكون انا ومنك يكون ايه؟ خادمي. هللويا. أيضا عايز أقول حاجة أحبائي، إن في الإرسالية الأولانية نجد إن الرب يسوع لهم كلمة، لما نقرأ في متى الأطروشة ربنا متى 10 متى 10:16 دي الإرسالية اللي أرسل فيها 12، بيقول ها أنا أرسلكم كغنم وسط ذئاب، فكونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمام، ولكن احذروا من الناس لأنهم سيسلمونكم إلى المجالس وفيما جمعهم يمددونكم وتساقون أمام ولاة وملوك من أجل شهادة لهم وللأمم. تقول لي ما هو أنا اللي هو نكون حكماء الحياة، يعني برضو خليك صاحي، عايز أخليك يقول لك فعلا يعني لازم نكون صاحيين، بس صاحيين عشان إيه؟ علشان ما ندخلش في علاقات، ما ندخلش في أشياء وربطنا مع الناس وندخل في النير معاهم، فيتدخل الشيطان من خلال هؤلاء الناس. لأن بيقول كده إن مهما تعرضتم لي فمتى أسلموكم، يعني حتى لو رايحين السجن، فلا تهتموا أو بما كيف أو بما تتكلمون، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. يعني أنتم مهما رحتوا مهما تعرضتوا، أنا هديكم حكمة وهديكم قوة غير عادية. لكن الحكمة بقى دي أولانية لما أقول كالحياة، ما خلي بالك وسطاك كالحمام بتختلف عن طريقة إن الحكماء كالحياة، مش معقولة أكون كالحياة عايز يأذي الناس وبسطاك كالحمام، ومش بيقول إن أنا الحياة كان عايز يأذي الناس، لكن بيقول في حكمتهم إن هما لما يشوفوا الخطر بيبعدوا. في هذه النقطة لما يشوفوا الخطر بيبعدوا. وعايز اقول لكم احبائي، اكتر حاجه بتجعل المؤمنين بيضعفوا وبتجعل حياتهم بتتدمر ان هم بيشوفوا الخطر مش بيبعدوا عنه. والخطر ازاي؟ ما رب حميه. ما خلي بالك ان رب حميك وحميك حمايه كامله في المسيح. لكن انت لو رحت بنفسك وانت عملت علاقات مع الناس، احذروا من الناس، وهذه علاقات لا تمجد الرب، او دخلت في شركه مع ناس ممكن تكون ليها اذيه في حياتك، ممكن تؤذى. يعني انا بفكر في شمشون لما نقرا في قضاء 16، كان شمشون شيء عجيب جدا ان كان بيحب هذه الشخصية العجيبة دليلة 16:4 يقول كان بعد ذلك أنه أحب امرأة في وادي صورة اسمها دليلة، فصعد إليها أقطع
خطاب الفلسطينيين وقال لها تملقين وانظري بماذا قوته العظيمة وبماذا نتمكن منه لكي نوثقه لإذلاله فنعطيه كل واحد 1,100 شاقل فضة. ثلاث مرات دليلة قالت له ايه السر بتاع قوتك، لكن في كل مرة ما قالهاش السر غير في رابع مرة. ايه اللي خلى شمشون ان هو يستسلم لدليلة بهذه الكيفية العجيبة؟ يعني هي بتقولك عن سر قوتك، طيب انت ليه بتعلن لها كده؟ عايز اقول لكم حاجة احبائي، الانسان لما بيدخل في علاقة تتملكها الشهوة أو في علاقة تتملكها المصلحة أو في أي علاقة لا تمجد الرب بيعمى تماما عن كل شيء في مصلحة الحياة وبيفقد كل شيء. يعني كان في الكنيسة اللي أنا مهتم بيها اللي هي البنتكوست الأسامبلي أوف كندا، اداني اللي هو رئيس الكنيسه ديت في كتاب عن سقطات الناس اولاد الله. لما اقرا فيها انا بستعجب على اللي يحصل، ان في مثلا في احد المرات بدون ذكر اسماء ان في واحد كان بيتكلم مع واحده على الانترنت علشان عايز يعزيها في ظروف معينه في حياته. قعد يتكلم معاها وياخد معاها ويحكي في الكلام، أرسلت له مرة صورة مش كويسة فراح ما ردش عليها وسابها. أرسلت له مرة واثنين وثلاثة، فجأة لقيت نفسه معاها في مكان قالوا احنا نتفق نروح في هذا المكان. ازاي هذا الله عز وجل والشهير انه يعرض نفسه بهذه الطريقة؟ عشان كده رب قال كون حكمائك الحياة، اوعى شوف طريق الخطر وتمسك فيه، ابعد عن الخطر. أيحرم أحد النار ولا يحترق؟ زي ما بيقول سليمان مش ممكن أبدا تحرم النار ولا لا مش هتحرقني أصل أنا أحمي. لا عزيزي، أنت ممكن فعلا تأذي نفسك جدا أذية أبدية بإنك تدخل وتخلي حد يأثر على حياتك. على فكرة إحنا في حياتنا هنا على الأرض ما اتخلقناش إن إحنا نكون المؤثرين على بعض، لكن اتخلقنا علشان يكون اللي بيأثر علينا هو إلهنا، هو اللي بيشكل حياتنا ومستقبلنا. فإذا كنت أنا بتأثر بإنسان بتأثر بيه كشخصية أو بتأثر عاطفيا أو بدخل بإنسان هو اللي بيملى دماغي أو بيملى أفكاري، لا يمكن أبدا يكون هذا من الله. تقولي طب الحب والمحبة والجواز هذه أشياء مختلفة، طبعا دي عايزة قصة مختلفة، لكن الحب لا يستطيع أحد أبدا إن هو يقول لك إن هذا الشخص مسيطر على فكري للمقابل دون حب حقيقي. لأن أول ما بتأتي الحياة الواقعية تبدأ من الأفكار اللي في دماغك غير الواقع، وده سبب كثير جدا من الطلاق. وهذا ما أقول عن أبحاث اتعملت، إن الناس اللي بيبعتوا على الانترنت وعلشان يتكلموا الانترنت ولا بفكر وبعمل وحب وده كله، دي اسرع ناس بتطلق بعد كده، لان بيشوفوا الحقيقه بعد كده انها مختلفه تماما عن الواقع عن الخيال اللي كان قبل كده، فبتفشل الجوازات. احنا ما اتخلقناش ان حد ياثر علينا احبائي او يملى دماغنا او يكون شخصيه اقوى مننا تؤثر علينا، احنا اتخلقنا ان احنا تحت تأثير إلهنا لأن احنا ايه؟ صورته. مش كده ولا لا؟ يعني أنا لما أبص للمراية أبص لإيه؟ لصورتي. هل صورتي ليها معنى بدون وجودي أنا؟ ملهاش معنى، صورتي ملهاش معنى إذا كنت أنا مش موجود. فإذا كنا احنا صورة الله، فإذا كان الرب مش موجود في حياتنا احنا ليس لنا وجود، لابد إن هو يكون مسيطر على حياتنا وكياننا بالكامل. قلنا رب انا مش عايز ادخل في اي شركه او اي علاقات او اي صداقات مش من حسب مشيئتك لانها بتعرضني للقوه الشريره. مين يقول امين باسم الرب يسوع؟ واديني حكمه عشان اكون حكمان في
فعلا كالحياة، ولما اشوف الخطر ابعد عن الخطر. طب روح بولس هينبهني تقول لي طب ليه ما تنبهش فلان وقع في الشعير؟ انا اقول لكم صدقوني اكيد روح بولس نبهه مره واثنين وثلاثه، لكن هو ساب الشهوه تسيطر عليه مع انه كان يعلن ايمانه وقوه دم الرب يسوع. ان لا الشيطان ولا قوه المثلث الشرير، فاكرين المثلث الشرير كانت معاه النهار فات؟ الشيطان والجسد والعالم. قوة هذا المثلث الشرير لا تؤثر عليك باسم الرب يسوع، وانت بتقول هذا الكلام بقوة تجد ان سلطان الشهوة، سلطان الجسد، سلطان العالم فعلا تشعر ان هو لا يؤثر عليك، لان فيك سلطان الرب يسوع. احبائي اوعوا تتعرضوا لصداقات ليست من الرب، او لعلاقات ليست من الرب، لانها ستؤذي. وهو قال احترموا. فلازم اكون كحال، لكن في نفس الوقت اكون حيه في البعد عن الايه؟ في البعد عن الخطر. وهذه الاشياء لابد ان احنا نكون عارفينها. اذا كنت انا بعيش كحمل باسم الرب يسوع، وبعيش بعيد عن الخطر وتمام الحياه، فانا عايز اقول لكم حاله لن يؤذيني شيء. مفيش حاجه هتيجي عليها. اللي عارف تماما انه محمي في المسيح يعرف ان مفيش قوة، لو الشيطان نفسه رئيس الشياطين اتى اليه، رب يسوع رئيس هذا العالم ياتي، ليس له فيه يعني ملوش عندي حاجة، ملوش عندي حاجة، يعني ما يقدرش يجد فيه شيء يقول ان انا مسوى عليه، ليس له سلطان عليه. كذلك نحن واحنا في المسيح ليس له سلطان على حياتنا. احيانا احبائي الناس ممكن الشيطان يستخدمها انها تاذينا كتير، ممكن بسبب او بدون سبب، يقول ابغضوني بلا سبب، ممكن. لكن تعرف ان قوه دم الرب يسوع وقوه سلطان اسم الرب يسوع هيعطل كل اذيه من الناس على حياتك، فلا يستطيع ان يدود. تقول كده باسم الرب يسوع، انا اؤمن، انا لا استطيع احد ان يزين، ولكن لو لقيت اذيه جايه في السكه تقول يا رب باسم الرب يسوع انا بعلم حمايتك، هذا الانسان لا يمكن يزيني. هذه حقيقه احبائي، ان الانسان لا يستطيع ان يزين. عشان كده يقول الرب معين لي فلا اخاف ماذا يصنع بي انسان، وخاصه الناس اللي هي ليها سلطان على حياتك او ليها اوامر على حياتك، مثلا رئيسك في الشغل او الدوله اللي انت فيها او اي حاجه ليهم، يعني ليهم صوت في حياتك. مهما كانت القوه ومهما كانت السلطان، انت تعرف لا يمكن ان يؤذوني. واذا شيء كيف شكله أذية، الرب بيحوله بخير بقوة، بيخليك منتصر أكتر، وأنت يعني مرفوع أكتر من كل الماضي مع كل أذية بيجيبها العدو. ممكن الشيطان يزيد بأفكار؟ نعم. قلت لكم كتير قوي عن الحكاية دي قبل كده، بس في يعني لأن أنا فعلاً بستغرب الناس إزاي عايشة بدون يسوع. أعرف شخصية ناجحة جدا جدا ومشكورة كمان، وأعرفها وهو بيجي لي عيادة، وهذا إنسان يعني عنده كل شيء. لما كلمته عن المسيح كان بيقول لي أكثر حاجة بتعذبني، هو دلوقتي قرب عازمنا المعاش. بيقول لي أكثر حاجة بتعذبني إني أنا أحيانا بتجي أفكار نفسي أتخلص منها. نفسي أقعد شوية كده بدون إن هذه الأفكار تعذبني. بفكر في حاجات كتيرة جدا، الناس شايفاني هادي من بره، لكن أنا في أفكار كثيرة جدا في حياتي. عايز أقول لكم أحبائي إن فعلا ممكن أفكار العقل تؤذي. قلق من ناحية المستقبل، قلق شديد. قلق من ناحية الحاضر، إزاي أشياء بتهددك، مشاكل تقول أنا هنتهي، أنا هتدمر. قلق. أشياء يشتغل يفكر فيها بالماضي،
يقول لك في يوم من الايام الخطيه اللي انت عملتها دي هتلحقك في يوم من الايام، مش ممكن ابدا تقرب منها. لكن اللي في المسيح وعنده السلطان يقول لك لا يهددني لا حاضر ولا ماضي ولا مستقبل، انا في المسيح اللي مجزي اعطاني السلطان ان ادوس الحياه العقارب وكل قوه العدو ولا ايه؟ ولا بتروح شيء. فانت بتعلن انك انت لا يضرك شيء. طب والتهديد اللي قدامك اللي جاي ده ولا يهمني، لان انا عارف ان انا محمي في المسيح. لا انسان يقدر ياذيني ولا شيطان يقدر ياذيني ولا الظروف كلها لو اجتمعت عليا ممكن تاذيني، لان انا حياتي تحت سلطان الرب يسوع وليس تحت سلطان هذا العالم. لكن لازم اعيش في الحاجتين، اكون حمل واكون ايه؟ حي. حمل ما فيش حل، حي لما اشوف الاذيه ابعد عنها. خلي بالكم اذا كنا احنا بنعمل كده هنمجد الهنا في حياتنا وفعلا حياتنا ستتغير تماما. انا مش عارف اقول عليكم، لكن قبل النهارده هناخد المايه بنعمه الرب. انا عايز اقول لكم في حاجه بس بسيطه جدا جدا. انت مش محتاج تجرب لنفسك قدام ربنا، مش محتاج تقول له يا رب انا ما كنتش اقصد وما كنت، هو عارف كل حاجه. فقط تعالى انسى اللي فات وقول يا رب انا من النهارده عايز اعيش كحامل، مش عايز انسي حد ابدا. امين. ورب فعلا ممكن تبدا ببيتك. تعرف ان ممكن تكون انت بتاذي ناس في بيتك من غير ما تعرف؟ صدقني انت ممكن تكون اهمالك له نوع من الاذيه ما تكونش واخد بالك، فاكر نفسك المهم. عندك شيء، ده شيء مهم جدا، عندك حياه مهمه كتير. يعني لا انت ممكن تكون بتاذي الناس اللي حواليك حتى في بيتك من غير ما تعرف. طب انا عايز اقول لك حاجه، بتصلي من اجل الذين في بيتك؟ هل بتكرر الصلاه من اجلهم؟ هل بتقضي وقت معاهم؟ تعرفين ان احنا احيانا بيقول لك ان الوقت اللي بيقضيه العائله مع بعض، مش عارف في التمرينات كان 6 ساعات في الاسبوع ولا ايه، الوقت تقريبا وصل لنص ساعه 45 دقيقه. ده الوقت اللي بيقضوه مع بعض العائله، لان حتى لما بيقعدوا بعض يفضلوا طول النهار شغالين على ده شغالين على ده، وتلاقي انهم مش قادرين يقضوا بعض، وبعدين تلاقي ايه مشكله تحصل يتفكروا في بعض. ايه اللي حصل؟ صناعه ملاذ التاني وهو عمال يزين. ليه؟ الاهمال نوع من الاذيه. ده حتى في الطب النفسي ان التجارب الاخر نوع من الابيوز النفسي. ابدا بنفسي النهارده مش عايز اذي لبيتي، مين يقول انا مش عايز اذي لبيتي النهارده؟ انا عايز اديهم محبه يسوع المسيح. وبعدين خلي بالك ما انتش انت كرب البيت او انت كست البيت ما تحسش انك انت يعني البيت كله واقف عليك. ان لم يبني الرب البيت فباطل تعب بنام. انت حتى بين السلطان بيك كأب في البيت، لكن تحت سلطان مين؟ الهك. امين. عارف عليه؟ فعشان كده ادي وقت للعمل في البيت عشان تبدا بقى عايز تعيش حمل ما تاذيش حد، ما تاذيش من بيتك، مش كده ولا ايه؟ وبعدين في علاقتك مع الناس، خلي بالك في شغلك في حياتك، خلي بالك من كل شيء ممكن تأذي اللي قدامك من غير ما تعرف. قول كده انا مش عايز اللي قدامي، انا حفيد النهارده وحصلي من قلب كل واحد بتعامل معاه. امين؟ قول رب انا عايز اتعامل مع، اصلي من قلب كل واحد بتعامل معاه، لان احنا في ارساليه. احنا ما عايش قاعدين في هذا العالم. على راي واحد من الوعاظ مش فاكر اسمه قال ايه؟ قال لو احنا ما لناش لازمه في هذا العالم رب خلنا. لكن احنا عايشين عشان عندنا ارساليه. احنا عايزين نفيد الناس يا احبائي. عايزين نفيدهم الى الدرجه يقولوا لنا هيسالونا عن سبب الرجاء الذي فينا. احيانا واحد بيقعد في الشغل كله 30 سنه مع الناس اللي عايش معاهم بيشتغل وما حتى ما يعرفوش ان هو مسيحي. صدقوني بيحصل هذا الكلام. ان ما يعرفوش ان هو مسيحي حتى. اللي عارفين ليه؟ لأن رد فعل الأمور زي رد فعلهم، وتجاوبه مع الناس زيهم، كلامه زيهم.
حتى لو اللي هو مسيح يعني يروح يرمي الحد هو يعني فارق او لا من الكنيسه يقول لي فارق معاك في المسيح. طب ايه الفرق؟ هم شايفين ان زي زيهم بالظبط، لكن لما يشوفوا شيء مختلف ها يسالوه بقى يعني ده ليه مختلف؟ في ايه؟ فانت كده بتبدا يعمل ايه؟ عمل الارساليه. فابدا في بيتك انك ما تنسيش حد، بعد كده والله في شغلي انا عايز افيد الناس اوصل لهم صوره يسوع. مش النهارده عايز اطلع من الزبون ده قد كده او بعمل ثمن قد كده، لكن انا النهارده عايز اقول له النهارده انا عايز افيد اللي قدامي يشوف ان الخدمه بتقدم له محبه حقيقيه. بعد كده تقول لي بس هو ما يعرفش المحبه دي منين؟ وان هو لما يشوفك مختلف لابد ان يسال شوفك انت ليه مختلف؟ وهتكون هذه رساله الرب. فقول يا رب النهارده مش عايز اذي ناس في بيتي، مش عايز اذي ناس في شغلي، مش عايز اذي ناس باي طريقه حتى اللي اساءوا الي. قبل ما نتقدم المايك النهارده يا رب انا بقول لك جميع الذين اساءوا الي اشكرك اشكرك اشكرك، لان بعد ما جيت للمسيح وبعد ما اتطهرت بسبب يسوع انا بقول لك دول ما اذونيش اساسا. امين؟ عارف ليه؟ لانك انت في هذه اللحظه قدام الرب يسوع تتمتع بحمايه دم يسوع وتتمتع بجمال الرب يسوع وتتمتع بالسماء هنا على الارض، يبقى عملك ايه الناس دي؟ هللويا؟ امين؟ ما دولش يعملوا لك حاجه. قول يا رب اشكرك هم ما اذونيش. لكن انا بسببهم وبسبب الظروف دي انا جيت لك واديت لك كل حياتي، عشان كده اشكرك يا رب. هما انا ليس عليا ما لهمش عندي اي حاجه وانا ماليش عليهم اي حاجه باسم الرب يسوع. استفانوس هو بيترجم قال لي مين فاكر الكلمه؟ يا رب لا تقم لهم تحسبهاش عليهم. مع انهم منظرهم كان بشع، يقول لك انهم اصروا على ابزار الدم مش عايزين يسمعوهم، واصروا على سنهم وهلكوا وما همش فيه. ده انت لو حد بس بصلك بصه وحشه تقول لك يا رب خده بقى فريق خليه، لكن ده الناس جايه وجايه بتهجم عليك ها؟ ما يقول لك ما تحسبهمش ولا تهم انا عايز الخطيه، ما تحسبهاش عليهم، ما قدروش يأذوني. ليه؟ اصل باصص شايف مين كان؟ ترى مين؟ قائما عن يمين العظمه. شاف يسوع ده يقدر يزول ازاي ده انا شايفه. مهما عملوا هيعملوا لي ايه؟ الحجاره دي اللي بيقتلوني بيها هتقرب لي ليه وخلاص اشوفك وجه لوجه. امين؟ فعشان كده لا يستطيع احد ان يمسيك. قول يا رب اشكرك ان مفيش حد اذاني ابدا قبل كده. عشان انا بغفر من كل قلبي ان هم اساسا ما اذونيش. لكن انا النهارده جاي في محضرك وبمجدك وبعظمك وبقول لك رب انا ليه كل المجد انا ليك بالكامل. امين؟ ما تاذيش حد في بيتك، ما تاذيش حد في شغلك، ما تاذيش حد ابدا حتى بالافكار عمل فيه حاجه قبل كده. اغفر النهارده في المسيح وقول يا رب اشكرك لا تقم له هذه الخطيه. وبعد كده خليك حكيم كالحياه، كل يوم قول له اختبرني يا الله واعرف قلبي، لان القلب اهدى عن كل شيء وهو نجيس. ممكن تلاقي نفسك بعد ما دخلت في علاقات تلاقي نفسك اتورطت ورطه شديده وانت مش عارف ايه اللي جابك للمصيبه اللي انت فيها دي. اصل بدات بفكره، بدات بشهوه، بدات بحاجه صغيره كبرت ها مع الزمن ولقيت انك على فكره الناس بيقولوا ان اي حاجه فكرت فيها مهما طال الزمن هيجي يوم من تعملها. عشان كده والله اقطع الافكار باسم الرب يسوع. انا مش عايز ادخل في علاقات ليس من عندك، مش عايز ادخل في نير مع غير المؤمنين، مش عايز ان انا اضيع وقتي في صداقات ليس بحسب مشيئتك، لكن اللي ينميني في الرب انا هكون فيه. لما يكون عندك صديق دايما كده مهما كلمته وعمال دايما يجيب لك نيجاتيف افكار سلبيه على طول، اقول له يا رب اقول له يا رب انا هقدم له رسالتك، لكن انا حاسس ان هذه السكه انا مش قادر امشي فيها. فانا لو مريت تقول لك اخلع من هذه الصداقه، اخلع من هذه العلاقه. لازم يكون هناك حرص في حياتك وكمالك الحياه. يبقى ايه؟ طبيعه الحملان وقلب حكمانك الحياه. ولن يلزم العدو، مين يقول امين؟ اختم بهذه الايه كلها مع بعض كلنا. متى لوقا 11
نقولها مره تانية معلش بعدين هنصلي. لوقا 10 اسف عدد 19 ممكن نقولها مع بعض تاني بصوت عالي عشان احنا بنعلن ايماننا في الرب وبنعلن سلطان الرب علينا. ها انا اعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياه والعقار وكل قوه العدو ولا تضروا شيء. هذا الكلام بيك انت شخصيا. امين. حط اسمك بعدها. هذا الكلام بيك انت شخصيا والنهارده تحتفل بحماس رب حياتك. امين. تعالى نوصل ونصلي باسم رب يسوع. نقول يا رب النهارده احنا فعلا بناخد قرارات تماما. احنا هنتقدم للمجد بعد شويه باسم الرب يسوع المسيح. انا عارف معظمنا ممكن نكون مؤمنين وقبلنا الرب يسوع المسيح في حياتنا، لكن انا عايز كل واحد يقول يا رب انا بقرر النهارده اعيش كالحمل وايضا انا عندي حكم الحياه باسم الرب يسوع. انا بقرر النهارده انا اتمتع بالحمايه بتاعتك حمايه كامله باسم الرب يسوع المسيح. تعرف لو مشيت في السكه دي يا عزيزي بعد شويه بعد كام شهر كده هتلاقي نفسك ما بتقدرش تكره حد، مش قادر اساسا تكره حد. اساسا ما بتجيلكش ما بتعرفش تكره ازاي، هتنسى تكره لانك انت بقيت تعيش في طبيعه الحرب طبيعه الحمل. هاليلويا. وايضا تقول يا رب اديني حكمه ان انا ابعد عن الاذيه وحكماء الحياه باسم الرب يسوع. اللي بيقرر النهارده باسم الرب يسوع يعيش كده طبيعه الحمل ويؤمن بالحمايه ده من الرب يسوع، اقف مكانك ارفع ايديك لفوق يعني عشان ناخد قوه كلنا مع بعض باسم الرب يسوع ككنيسه. لان زي ما قلت لك القوه اللي بناخدها مع بعض ككنيسه مختلفه عن اللي بتاخدها في البيت. احنا هنا الجمر بيشعل بيشغل النار على بعضه فبنشعل بعضنا بالنار الروح القدس. لذلك ما ناخده هنا في هذا المكان ما نقدرش ناخده في البيت، واللي بناخده في البيت ما نقدرش ناخده في هذا المكان عنه. لذلك احنا نعلن ايماننا باسم الرب يسوع النهارده. يا رب انا باخد منك عمل هذا القرار بعطيه قوه، انا باخد قوه بالروح القدس اعيش كحمل امامك يا رب. اخذ طبيعه يسوع المسيح واكون حريص جدا في حياتي لاني انا اثق في الحمايه واثق انك اعطيتني سلطان انا ادوس على حياتي وعقاري وكل قوه العدو ولا يضر شيء باسم الرب يسوع. اذا كان اي حد تاني احنا عايزين بنعلن ايماننا باسم الرب يسوع مع بعض هنصلي مع بعض صلاه جماعيه بنعلن النهارده فعلا ان احنا بنغفر لكل من اساءوا الينا لان احنا فعلا بنقول انهم لم يسيئوا الينا. نقول يا رب لا تقبل لهم هذه الخطيه ده بينك وبينهم، لكن انا رب عارف انهم ما قدروش ياذوني ابدا، لكن انت فعلا يا رب تعويضي وانت مرضتي وانت شفائي. اشكرك يا رب انك تحميني من كل خطط العجز، اشكرك يا رب انك تحميني من كل تخطيط من ناس يستخدموا العجز، اشكرك لانك تحميني من كل ظروف ضد حياتي، اشكرك لانك انت حمايتي الكامله. هللويا باسم الرب يسوع. الرب القدوس انا واخواتي جايين بنفس واحده لا بناخد منها قوه الان باسم الرب يسوع. يا رب يا قدوس احنا بنتقوى بضعف فيك يا رب وفي محضرك وبنار الروح القدس العايش فينا باسم الرب يسوع المسيح الرب القدوس. احنا بناخد منها قوه الان يا رب نعيش فعلا كحمل امامك يا رب، ان نؤذي احد باسم الرب يسوع، وان نغفر كل الماضي باسم الرب يسوع، وان فعلا يا رب يا قدوس نعيش يا رب عندنا حكمه الحياه باسم الرب يسوع في تحاشي الخطر، فلو عرض انفسنا للاخطار، احنا نقول لك يا رب سامحنا على اللي فات، وسامحنا ان احنا اذينا بعض، واذينا يا رب عائلاتنا، واذينا كنايسنا. وعايزين كتير جدا جدا يا رب، لكن النهارده بنعلن ايماننا فيك يا رب، ان فعلا يا رب يا قدوس نعيش كاملان ولا نؤذي احد، لكن نمجد بكل قلوبنا باسم الرب يسوع، نعلن حمايه يا رب دم يسوع على كل شخص موجود باسم يسوع، لا يضر شيء باسم الرب يسوع، نعلن حمايه
دم يسوع على كل عائلة متمثلة في هذه الأشخاص باسم الرب يسوع. نعم حمايتك على هذه الكنيسة باسم الرب يسوع المسيح. ونقول لك يا رب باسم الرب يسوع قيم ناس يا رب الحصاد كثير والفعل مليون لكي يبقوا أيضا يا رب يا قدوس لكي يشاركوا في عملك في كل مكان في هذه البلد وفي الشرق الأوسط في أماكن مختلفة حتى تتم هذه الرسالة الأخيرة. أشكرك يا رب قدوس أنك تسمع واستجب ولك كل المجد. آمين. Worthy is the man.